السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم مقطع جديد لعبة ارك سرفايفل اللي صار اللي صار كمثل اي لعبة نلعبها دائما نجيب العيد في البداية جبت العيد واجد لكن آه بعد ما انهيت التصوير المقطع اللي نزلته امس تقريبا او قبل امس ما اذكر الظهر امس نزل آه فجبت العيد فجأة كذا جاني مثل تنبيه كذا وانه قاعد يموت ما ادري كيف طلع لي صوره عظم على اليمين آه يبدو لي انه كان عنده كسر او اصابه ما عرفت شلون اعالجه او كيف الحل لكن اتمنى تكتبوا لي تحت كيف نعالج المشكله هذه اذا صار عندنا اصابه او صار عندنا شيء لانه في كومنتات كثير فادتني في, في التعليقات تحت فيس استفدت من اشياء كثير منكم فما قصرتوا في ناس واجد ساعدوني حاولت قد ما اقدر اني لكم لايك جروب و... ما لحق تعليمات كثيره واضح انه في بعضهم كانوا منقهرين من, من لعبي آه لا تلوموني انا قلت لكم كل مره انزل لعبه جديده ما اعرف لا اقول لكم لا تلوموني بالشيء اللي اسويه لاني جديد على اللعبه فراح راح احاول هل راح يهاجمني هذا ولا لا انتم قلتوا لي صيد سلحفاه لف ال14 بس يهاجم ده ولا لا كيف اعرف دمه اركب اركب هذا ظهري بيلي سلاح عشان اصيده ما ينفع بذا؟ ما اعتقد اني راح ادمج التدميج كويس خرشني سريع هذا هاجم اعتقد هذا حش هذول الكبار يهاجمون طيب حط رجلك من هنا أه بديت ابرد صح أتعلم شغلات واجد، أساسيات لازم أسويها بدل ما قاعد أهجول كذا، فراح نبدأ نبدأ نسوي لنا ملابس أول شي، ونسوي لنا بيت، مكان نستقر فيه، ومكان نطبخ فيه، وزي ما تقولون يعني يكون في أمان، يعني مكان نضمن نفسنا فيه، ما حد يجي يدرم علينا، بس أنا شفت في شخص اه تابعته عشان أتعلم منه كذا شغلة، شفت إنه لما بنى بيته بدأوا يهاجمونه يكسرون بيته، فأبي مكان. اضمن انه ما حد يجي يكسر بيتي من الديناصورات هذه ابغى مكان كذا مستور بعيد شوي وعند المويه هنا برضو اه اوكي وبرضو عند المويه هنا ترى جدا كويس المكان عندك مويه تشرب وذا ما تتوهق ولا يحتاج انك آه. هذا مقدر صيدة يح ما اقدر اصيده تعال ما ما راح تتورط يعني فاحتاج لي مساحه مسطحه لك أح يا عجم. يخرب بيتك ياكل مني ذا ولا ايش يسوي والله يخرشه طيب انا معرض للهجوم في اي وقت فلازم انتبه من الشيء هذا خلني اشيل الزفت هذا من يدي لاني احس اني صاير اثقل قاعد احترق ليه عشان الشمس يعني طيب ما ودي انزل تحت وارجع اطلع مره ثانيه هذا راح يهاجمني التبن هذا آه، لازم اسوي لي برضو قربة مويه عشان اشرب ما يحتاج اني كل شوي اروح للبحر هذه المنطقة اعتقد انها كويسة جدا اني ابني فيها فجمعت بعض الموارد واحتاج اعمل بعض التطويرات آه، هذه ما فتحنا شيء لسه خلونا نطور قتولي اسحب على الفود طور الاستامنا والهيلث راح اطور الاشياء هذه شوف ما شاء الله اعطتني اعطتني تسعة نرجع مرة ثانية نشوف نقدر نطور لا ما نقدر نطور شيء فتحنا واحدة بس طيب أه قربة الموية راح نحتاجها أعتقد بس برضو واحتاج الأشياء الأساسية اللي تخليني أبني فالفونديشن هذا راح نحتاجه شيء أساسي الجدار راح نحتاجه برضو أه ونحتاج سرير هذا قاعد يطاقع مو وقتك يا صاحبي واستورج هذا برضو راح نحتاجه بس عندنا نقدر نختار شيئين الآن نقدر نختار الأرضية والجدران والسقف اعتقد هذا السقف يس هذه الأساسية خذيناها الآن نبدأ نحاول نكسر ونلفل شوي عشان نزيد نقاط ونفتح الأشياء الباقية ونبدأ نبني فخلونا نبدأ نجمع أغراض وارجع لكم طيب يبدو لي وضع الجوع عندنا سيء جدا ما ينفع اني قاعد اسوي كذا لازم اسوي الكام فاير هذه عشان نبدا نطبخ فيها خلونا نشوف كيف راح نسويها نجي كرافتنج نقدر نسوي واحدة كويس إذا نقدر نطبخ فيها على طول فشي جدا كويس أتمنى ما تكون تحتاج فلسفة وإضافة شغلات ولا تسوي قدر ولا تسوي خربيط حطيناها هنا طيب لا لا ما تضغط ستارت من الخرشة من الجوع فراح نحط هذه صح نقدر نحطها نخليها تطبخ لا انفنتري هذه ولا وش هل راح تطبخ هولد مور اوبشن اوكي نسوي كذا ااا ده بيك هنا هنا تشيلها كيف نولعها الحين هو اللي شيت هذا الشيء اللي ما شفته طيب شكرا اليوتيوب انقذنا على السريع ااا نضغط هنا بعدين نسوي اكسس انفنتوري نفس اللي فتحته قبل شوي يعني بلا نحط هذه وش فيه قاعد هذا لا لا هل نحطها كلها ولا وش في كذا <مشرك> يعني عشان شلت خشب يعني دقيقة خلنا نسوي سبلت وين نحط واحدة تكفي واحدة لايت فاير حران وزاد الحر اوكي عطشان احتاج وتر خلوني انزل اشرب <مشرك> مويه بدأ تحمر الشاشة المفروض اني ما اركض بس اني تيس لكن يلا يلا لحق لا يموت لا يموت علينا اشرب 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 لازم تغطس عشان تشرب مويه اعتقد تقدر تشرب بيدك او بطريقه ما لكن كمبتدئين كم يعني هذه اسرع طريقه لنا يس الجوع عندي بدا ينقص النار فكت ازمه هنا طفت سريع ما شاء الله هل طبخت شيء ها اوه صار فحم اوكي شيء جدا كويس عندنا لحمه واحده خلونا ناكلها على السريع ونبدا نطبخ الباقي عشان لحق لانه في واحد هنا جالس يدور حولي من شوي يخرب بيته هذا شكله نباتي هذا ما ظني ياكل لحوم لا 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 خله شكله كذا نباتي تكفى خل قول لي انك نباتي طيب نبدا نسوي ندخل على هذه المفروض اني اسوي اضغط اي e على طول وناخذ مثلا خلينا نسوي ننزل واحد ونزل برضو واحدة ثانية ثنتين اعتقد انها راح تكون كفاية من هذه ما ادري اذا حطيته كلها راح تحترق كلها ما ادري لكن راح نحط ثنتين اعتقد انها كفايه لانه ايش قاعد تسوي يا تيس طفيت النار وشغلتها اوكي هذا قاعد يحترق خوينا خلنا بعد شويه عشان يبرد مع انه مفسخ ما لبسته ولا شيء لكن يبينا نسوي له ملابس عشان مثل ما قلتوا لي انه آه يختلف الجو لازم تشيل الملابس ترجع تلبسها فهذا اللي راح يصير نحتاج اكس اعتقد لانه كل واحد تلويته يختلف مثل ما قلتوا لي آه هذا قاعد زي ما تشوفوني يجمع لي اللي فوق اكثر اللي هي القش هذا فيجمع لي اكثر من الخشب ففعلا كنت متازم انا مع القش هذا لكن هذه الحركه فكت ازمه شكرا اللي علمني الحركه هذه فجدا فكت ازمه لاني كنت اتورط مع اوه ثاني عندي ستة لحم هنا هو شيت طيب ما اكلت ما تعب شيء شو والله أكلت لحم ما هو قاعد يعبي واجد شوفوا شوفوا ناكل وين اللي قبل شوي طيب طيب راح راح نحط خشب كثير هالمره خلاص راح نحط خشب كثير ونشيل الفحم هذا ممكن نحتاج الفحم والله ما ادري لكن يبدو لي انه كل شيء في اللعبه هذه راح تحتاجه ما في شيء محطوط عبث كذا خلونا نبدا نلوت عشان نسوي لنا بيت ما يكون ما نكون مثلا اغراضنا ناقصه ونورط وعلى ما يطبخ هذا راح ارجع لكم عشان ما اضيع وقتكم زياده هذا من اول يحوس عندي ان شاء الله ما يكون مفترس يعني يفترسني انا عاد مسحب كذا لا ملابس ولا شيء على طول لقمه واحده طيب خلونا نجمع من التوت والشغلات هذه آه. هذا صاحبي انا من اليوم ابغى يدخل معي يعلمني توه يرد بعد ما بدات التصوير <applause> اوكي آه. فالتوت علمتوني ان الاسود ينوم فكنت ادف من التوت الاسود امس وبلعت التوت الاسود واخر شيء نمت فعرفنا انه ينوم الان لازم نحذر ما نستخدمه نخليه حق الترويض والشغلات الثانيه اضافه الى ليه 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 يا بابا عطش بسرعه اوكي نحتاج قربة مويه يعني لان احنا جالسين نركض واجد ونستهلك المويه ونستهلك ستامينا زي ما انتم شايفين رايحه فيها ستامينا خلينا نشرب على السريع كذا ونرجع فأخوكم الحبيب يفكر نفسه في ماينكرافت ما يفك يده من زر الركض <الخيارة> فقاعد قاعد اجوع بشكل مو طبيعي تلاحظون قاعد اجوع بشكل مو طبيعي خلونا نشوف هذه كم باقي فيها ايش والله ما اعرف بس اوكي خلونا ابدا اجمع برضو زياده وارجع والله يا يجي مفطح هذا بس كيف نصيده هذا اللي بيشبعنا الظهر لا لا وقف 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 اوكي طبخنا اللحم سويت لي التيشيرت هذا هندفه شوي مع انه حرار خوينا بس يلا الاكل نحتاج نرفعه لانه وضعنا الزفت فخلنا ناكل نشوف كم راح يوصل هذا ونطور ال... الستامينا ما طورناها الاكسجين الفود هذا الوزن راح نحتاج نطوره اعتقد راح نحتاج نطوره لانه في... شيء مره سيء في اللعبه هذه ال... الوزن هذه صراحه الشيء غبي القش هذا ما ادري ايش فايدته هذا اعتقد انه دور ستورج هذا راح احتاجه ما اقدر اطوره لان باقي عندي خمسه وهذا يحتاج سته فايش راح نقدر نسوي قربه مويه سته برضو هو اللي فراح اخليها ممكن يطلع لي تطويره ثانيه فراح تنفعني بشكل كبير هذه الاشياء اعتقد اني اقدر اصلحها بشيء بسيط بدل ما اروح انا قاعد ها أه؟ او انه لازم أه... ريبير ما تكلف شيء لو اني اصلحها بدل ما ابني جديده كان افضل شوف انا قاعد اسوي جديد فيس في... هذا راح نستخدمه كحطب بعدين اذا نقدر نطبخ فيه فشيء جدا كويس اوكي اعتقد اني اختصرت كثير من الوقت سويت لي بيت زي ما انتم شايفين مشي الحال باقي نرفع شوي ونركب سقف فوق هذه ما افكر للامانه ما ودي اركب سقف الان لاني قاعد اشوف المنطقه بالكامل فما ودي اركب حاليا سقف اموري طيبه نوعا ما آه عندنا هذا سوينا فيها لا 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 كنسل كنسل سوينا فيها اكل طبخنا اكل رتبنا بعض الامور وفي حاجه سويت لها كرافتنج هنا اللي هي النبيطه او ما ادري ايش يسموها. لكن خلونا نجيبها هنا نبدل مكان الاغراض نعدلها أه التوت هذا والله عندي واجد اه باقي لحم عندي نخلي نطبخ اللحم هذا لا مو كذا نضغط هنا نسوي اكسس ونجي نحط هذه نخليها تطبخ وعندنا الجوع كويس باقي لنا الاكل نسيت افتح القربه هكت المويه الى إيه الان أط... قاعد افتح اشياء واللي مهتم فيها من البدايه قربه المويه ماني فاتحها الى إيه الان اوكي لل اوه شيت كان في جنبي هنا دروب بس شكله اختفى والله كان جنبي هنا هنا في الارض قلت خليني بس ابدا تصوير واروح افتحه قلت ماني فاتحه الحين بخليه عشان نشوفه سوا والله السمكة شوفوا كبير السمكه شكلي ما راح اقدر عليها طيب اعتقد هذا المقطع ما راح يكون فيه ترويض اي ديناصور اي شيء ما راح يكون فيه اي شيء لانه احنا انتم عارفين ضعيفين جدا في البدايه ما راح نقدر نسوي اي شيء ولا راح نقدر انه آه, نتحارب معهم انا ما مد, اقدر مد, اشيل صوت على الزفت هذا قاعد يطقع من اليوم هل اقدر اشيلها ولا لا لاني اشوف في ناس يلعبون ما عندهم اصوات ولا هم فاضيين جالسين يقطعون الصوت في كل مره طيب هذه ضيعتها انا نضغط رقم واحد كيف نقدر نعشقها هذي نقدر نزوم ولا لا خلينا نزوم ايوه كيف تقدر تزوم خلينا نشوف مثلا نجربها بهذا هذا نعطيه هيد ليش قام يهز هيد شوت طيب كيف نلوت ما نقدر نعبيها ولا لازم نشيل صخور ولا ايش دقيقه انت دقيقه خلينا نعطيه دقيقه دقيقه نجرب هذا عليه نقطع ناخذ منه الجلد واللحم فشي جدا كويس في شيء طاح هنا اه تقدر تشرب كذا وانت واقف تضغط اي خلاص امورك طيبه طيب انا بعرف هذا الطلقات وكيف كيف نجيب له الطلقات هل لازم صخور شيء صخور اعتقد إن شي اني حذفت الصخور في البيت فعشان كذا شوفوا ايوه صار عندنا رصاص الان لهذه فهي فقط جمع الصخور عندي صخور في البيت بالهبل ف راح يكون عندنا الان سلاح ندافع فيه عن نفسنا ف فعلا تطورت المقطع هذا سويت اشياء كثيره يعني ما كنت مسوي ولا نصها في المقطع اللي راح فالخطوه الثانيه الحين انا شو كنت بسوي؟ دقيقه خلينا نطلع هنا سويت لي سرير هنا احتياط اعتقد انه هذا اللي راح يخليني رسبن لكن قلتوا لي انه استخدام مره واحده ما هي مشكله خلينا نحط اللحم هنا نطبخه مع انه عندنا لحم وهذه شغاله على طول ما راح نضغط <applause> تي <applause> تي كنا اختفت يا ناس اوكي راحت هنا فهذه راح اخليها شغاله نوعا ما الخشب واجد والامور طيبه فا اوكي قلتوا لي هذا يتروض للامانه ما ادري كيف طريقه ترويضها هذه الشغلات ابلع خلاص الغي كيف نروضه الحين شلناه كيف راح نروضه؟ ها؟ عنده اختيارات هذا دقيقة. بوت food and inventory to team كيف؟ دقيقة 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 لازم نعرف الشغلة هذي. روضته يا ناس. صدفة حطيت له توت حطيت له كل شيء ضبط معي. طيب نيم اه يور دودو. دودو راح نسميه بما انه جديد أو أول آخذ أول واحد ناخذه راح نسميه تيس تيس كذا أعتقد تيس راح يكون جدا جميل، <applause> جيب جيب أكل يجيب جيب, جيب رات تفلها جيب تي تي لا لا, لا جيب جيب جيب, جيب, جيب. خلاص عوضناك الله ليه يهينك قم قم شوف يلحقني يا هل يكبر هذا ويصير أشبك أشبك, اشبك 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 هدي 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 مطر 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 فقعنا فقعنا الحين راح نحتاج السقف أعتقد الحين راح نحتاج السقف شوف. هل راح تطفى النار؟ كأنها صارت اقوى، خلوني اسوي سقف، اوكي كذا ركبت سقف اعتقد انه اهدى بكثير شوفوا، فهذا كيف اجيبه جوا؟ هل اقدر اسوي درج بعدين هنا؟ هذه مشكلتها مشكلة، نطلع هنا نشوف ال... لا 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 تطفيها راح ندفى راح ندفى راح ندفى، لانه بارد الجو فا اوكي راح ناخذ اللحم اللي هنا ونبدا ناكل، الجوع عندنا ناقص 1000. فالخشب نقص هنا فراح نجيب الخشب موجود بالهبل فما هي مشكله الخشب آه عندي اكل اموري طيبة عندي نظاره هنا وين طلعت هذه دقيقة النظاره هذه وين جت هل اقدر البسها لا مو هاند هذا متى طلع له دقن اما يطلع له دقن لازم احلق ما كان عنده دقن طيب هذه ايش تسوي علموني تحت آه، راح اخليها هنا ما اقدر اسوي فيها اي شيء ولا اقدر احط لها يوز ايش راح اقدر اسوي فيها راح تصير مقطع الان هنا اعتقد سوينا اشياء كثير تحركت كثير في اللعبه لكن اللي صورته لكم مجرد يمكن ربع ساعه او ما حولها هذا مات من اول ولا انا م... ولا انا ذبحته ونسيته فا راح اخسر مقطع هنا نشوف حسب التفاعل للامانه اللعبه خلينا ندخل جوا عشان ازعاج وين حقي هذا راح؟ تيس يا تيس يكون مات في المطر اوه هذا جاهز بالنسبه نزبن لا يذبحنا اطلع اطلع اوكي راح نزبن الان هنا راح ننهي المقطع على كذا طفي هذا شوي بس وراح نشوف التفاعل على هذا المقطع صراحه المقطع اللي راح ما كان التفاعل بالشيء اللي كنت متوقعه يعني كان سيء جدا للامانه أه فانا مستمتع الى الان باللعبة الى الان مستمتع جميلة جدا ضيع وقت واشياء كثير فيها ممتعة اللعبة فحسب تفاعلكم نشوف حنا ننهي اللعبة ولا نستمر فيها شاكر لكم وفمان الله